نصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كمان في فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. خلونا بقى دلوقتي نتعرف مع بعض على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة عمي وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك زهاء. أهلا بحضرتك، وطمنينا على أخبار الطقس النهاردة، وهل هتستمر حالة انخفاض درجات الحرارة في الأيام اللي جاية؟ هو طبعا اليوم هو اللي فيه استمرار لانخفاض درجات الحرارة أو اعتدال الأجواء اللي بنشهدها في أغلب محافظات الجمهورية. تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهرة الكبرى بتروح ما بين 30 درجة مئوية خلال فترة النهار. فإحساسنا بالطقس هيكون طقس نقدر نقول عليه حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا محافظات جنوب البلاد، لأن كافة المحافظات بتشهد انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار. كمان الأجواء هتكون أجواء رباعية مائلة للدفء على السواحل الشمالية للبلاد، ودي المحافظات المطلة على البحر المتوسط. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تبدأ تدريجيا درجات الحرارة تنخفض. في الساعات الأولى من الليل الأجواء بتكون لطيفة، لكن في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر المناطق الساحلية هتحس ببعض البرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر. باقي مناطق الجمهورية الأجواء هتكون عليها أجواء معتدلة، بالإضافة كمان إن احنا متوقع اليوم خلال فترة الليل وفترة المساء تحديدا يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، وهي في أقصى السواحل الشمالية الغربية يعني تحديدا في مطروح والسلوم. بالإضافة كمان إن اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاض نصيف الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وتبدأ الرؤية تتحسن معاها على أغلب الطرق. احنا بنقول إن الانخفاض ده هيكون اليوم، لكن متوقع من غدا إن شاء الله تدريجيا تبدأ الكتل الهوائية الصحراوية تأثر علينا، تبدأ يكون في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والارتفاع ده هيستمر معنا حتى نهاية الأسبوع. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع إن شاء الله من غدا الحد حتى يوم الخميس القادم هيكون ما بين 32-33 درجة مئوية فترة النهار. المناطق الجنوبية جنوب الصعيد توصل 42 درجة مئوية خلال فترة النهار، 41-42 درجة مئوية. كمان هيكون في بعض الأيام في بعض الأتربة والرمال المصارة. فالأسبوع ده كله كده هيبقى أسبوع هيحس فيه بالأجواء أكثر الأجواء الصيفية، لأن كمان ارتفاع درجات الحرارة يبقى فترة النهار وفترة الليل. تمام. فإحنا هننصح كل السادة المواطنين مهم جدا فترة النهار نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة عشان ما تزودش إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية نتابع النشرة الجوية بصورة يومية عشان نعرف الأيام اللي هيكون فيها أتربة ورمال مصارة، عشان وإحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات. أكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20، العاصمة الإدارية 30-16، الإسكندرية 24-18، والعلمين الجديدة 24-18، مطروح 22-18، ودمياط 26-17، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 31-19. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 30 والصغرى 18، العريش 27-16، كاترين 28-10، وطابة 30-19، حلايب العظمى فيها 31 والصغرى 21، وشلاتين درجة الحرارة فيها العظمى 33 والصغرى 21، شرم الشيخ 33-22، الغردقة 33-22 أيضا. أما الفيوم فدرجة الحرارة العظمى فيها 30-18، بني سويف 30-17، الوادي الجديد 33-21، أسيوط 32-17، سوهاج 32-18، قنا 33-22، الأقصر 34-22، أما أسوان 35 والصغرى 23.
وخلصت نشرتنا الجوية المفصلة. تعالوا دلوقتي نرجع مرة تانية لجومانا وشازلي ونتابع أهم الأخبار والأحداث النهاردة. عودة ليكوا تاني جومانا وشازلي. شكرا لك يا هلا.